لو الحكاية فيها إن فيجو الليمون عامل كام النهارده يا حاج؟ الليمون عامل كام النهارده؟ كان من 20 ل 28. ايه سبب ارتفاع الليمون كده يا حاج؟ ارتفاع الليمون بيقول لك وراء الارض نشتي بتاعت الشجر وفي بيقول لك صدر ومحدش عارف بصراحه. طب هل هيحصل تغيير قريب في الاسعار؟ نعم. هل هيحصل تغيير قريب في الاسعار؟ ايوه هو يعتبر اتغير ده من 35 ل 32 كده يعتبر النهارده رحمه شويه برضه. الليمون يا استاذ ارتفاع الليمون ده تغيير ارض تغيير الارض بمعنى ايه؟ ارض بعد تغيير الارض هتاخده ب 2 جنيه وبجنيه ونص.